أهلا بكم أيها الأحباب من جديد، وهذه الفقرة الثانية من مساء النيل. التسكيل والفن من أصعب وأرقى أنواع الفنون وأجملها على نطاق الفنون بشكل عام. التسكيل ينقسم بالتأكيد في أقسامه إلى أشياء جوا كثيرة. ضيفي هو تشكيلي ومصمم سينمائي، رجل سوداني تجول في الكثير من الدول العربية ناثرا وناشرا المعارض والصور السودانية الجميلة. شاب لسه في مقتبل العمر، انه ممكن مستقبله لقدام يعني كثيرة. يعني احنا نشوف جزء من الحياة دي ونتواصل مع كل المشاهدين الكرام عشان ما نقدر نخش في محاور تانية عن الفن التشكيل وما أدراك فن التشكيل. ده جزء من عمل فنان اسمه إبراهيم سيد. إبراهيم مرحبا بك على قناة جون. أهلا وسهلا بك، الله يخليك. ما شاء الله، تكلمنا شوية في مختص بالتشكيل عشان ما نجي نحن نخش بعد ذلك في تفاصيل تانية خاصة بشنو تصميم سينمائي وما أدراك. الناس بتعرف شنو التشكيل، لكن اللوحات اللي تعرض دي فيها شخصيات سودانية، فيها ملامح سودانية، فيها شخصيات معروفة على مستوى الشاشة لكثير من المشاهدين الكرام، فيها قصص سودانية. للأطفال، فيها ملامح سودانية، وهذا شغل صعب. فيها شخصيات يعني معروفة على مستوى الشاشة لي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على الاستضافة الجميلة دي. الفن التشكيلي أو تجربتي التشكيلية بمعنى أصح بدأت من السنوات الطويلة، يعني من سنوات الطفولة، وبدأت بالصدفة. يعني أنا ما عرفت إن الرسام إلا بالصدفة. في المدرسة زمايلي كانوا بيتلموا حواليا وأنا برسم وكده وما أعرف شنو، فأخذت الموضوع ده يعني تدريجيا في مرحلة لمرحلة، واهتميت اكثر بالبورتريه او فن الوجوه. وفن الوجوه هو فن صعب شويه، لانك باي وجه انسان بيكون فيه زي رساله من خلال الوجه، من الملامح التضاريس الخاصه بالوجه. فبديت ادرس انثروبولوجيا، درست علم الوجوه، تكوينات العظام، حتى الهجرات اللي قامت بها الشعوب، اللي عملت فيها خلطه بين الشعوب. يعني شعب سوداني مثلا ما هو شعب، ما هو عربي وما هو افريقي، هو مزيج بين الشعبين بشكل او باخر، وفي هجات واستضافات حضارات اشياء كثيره. فلهذا الموضوع يعني اخذ مساحه كبيره بالنسبه لي، وعملت به بعض المعارض التشكيليه، والحمد لله وجدت حضور جيد جدا. طيب اللهجه دي مصريه وملامحنا سودانيه، واضح سودانيين يعني. اللهجه المصريه طبعا، لان انا عشت في مصر سنوات طويله، اتولدت هناك، الوالد كان بيعمل في مصر في القاهره، فطبعا اللي بيعيش في مصر لازم يتقن اللهجه المصريه عشان يقدر يتعامل بشكل كويس مع المصريين بدون اي نوع من الارتباك، لان طبعا هناك في اي دوله في نوع من الفضول بالنسبه للمصريين بالذات. ايوه. فعشان نتجنب موضوع الفضول ذاك والاسئله الكثيره والحاجات دي، اتقنت اللهجه المصريه بسهوله هناك، يعني ما صعبه. وعلقت فيها. طيب انت اصطحبت معاك ملامحنا المعروفه، وانت زوجت ربيت في مصر يعني، فبالتالي احتمال حتى الطفولة تجود عندك الحاجات، الملامح والشبه. فانت الان لوحاتك كلها سودانية، ممكن تكون نقول نطلق عليها بيور يعني. فكلمنا شوية عن انه انت كنت ملتزم
بشكلك الفني بانه تقدم حاجتك السودانية بغض النظر عن وين اقامتك وين عشت يعني. هو طبعا دي الاختلاف كان اختلاف جغرافي يعني ما اختلاف وجداني او المسافة اللي بيني وبين السودان كانت مسافة جغرافية فقط، لكن من الناحية الوجدانية كنت مرتبط بالسودان. طبعا ابي وامي يعني سودانيين تربوا في القرية وكانوا جيران وكذا، حتى لغتهم العربية لغاية الحين متأثرة باللغة النوبية جذورنا، فالموضوع كان مؤثر شديد فيه يعني. أنا في الشارع بتحول إلى مصري، في البيت أرجع إلى السودان تاني، ففي النهاية انتصر البيت على الشارع. وجد مثل بهم الموضوع بيجي مصر سودان تمشي الحاجات. صحيح. وطبعا ديل شعبين بغض النظر عن أي كان في زمن من الأزمان، ده تاريخ وده نيل وده دم ما حينفصل. صحيح. موضوع ما علي كيف الناس يعني، موضوع في جذور الناس يعني، انت ما حتقدر تفصل ديل. ممكن نطلق عليهم هم شعب واحد في بلدين. صحيح. فالموضوع فبالتالي حتى البيئة ما بتحس انه في حاجة غريبة. لا انت لو اتجهت لأسوان بتحس بانه سودان. صحيح. اتجهت لمرقة الصعيد بتشوف بتخيل انه منطقة في السودان برضو. صحيح. نفس الاهتمامات في بعض الحياة يعني. طيب شنو تصميم سينمائي؟ يعني الكلام الكبير ده شنو؟ نحن صح متطورين في مجال الدراما من فترة طويلة من الزمن، لكن الآن حتى الطلاب اللي بيدرسوا الحاجة دي التطبيق بتاعها صراحة احنا انتاجنا السينمائي مقل يعني، عشان ما اكذب اقول للناس انه عندنا انتاج سينمائي وكده يعني. فانت توفرت لك عوامل، شنو الحاجة دي عارف المشاهد؟ هي كلمتين ابدأ اشرحها بكلمة تصميم الاول. انا في بداية عملي توظفت كمصمم ديزاينر، وكان تصميم طبعا البعدين العادية بالبرامج العادية الخاصة بالتصميم بالقلم، وبعدها اتقنت برامج الكمبيوتر العادية الفوتوشوب وما اعرف شنو. فعملت في بعض شركات النشر ودور الدعاية وخلافه، ومرحلة من المراحل طلبوا مني اعمل زي فيديوهات قصيره تعريفيه دعائيه. عملتها كمبادره مني، وفيديوهين او ثلاثه منهم عرضتهم كعمليه تجريبيه، بعدين لقيت صدى كبير جدا من الفيديوهات دي ذاتها. صعب الشغل ده؟ والله لانه متحرك. هو طبعا في بيعتمد على الخبره بشكل اساسي. لكن الخبره من الامس سلسله للاطفال هي دي ممكن نقولها تصميم سينمائي؟ لا، هي مزيج بين عدة أشياء يعني. في مصممين وفي سينمائيين، في رسامين، في ناس تخصص، في ناس محركين اسمهم بالضبط. في فريق كامل من العمل، ما بيكون شخص واحد. فأنا مصمم كبداية، وفي النهاية حصل نوع من التفريق بين الاثنين، بين المصمم وبين السينمائي. السينمائي ما أقدر أقول لك سينمائي بمعنى الكلمة الكبيرة دي، لكن ممكن أضعها في خانة الهواة. انت جولت في كثير من اصلا هو الفنون عامله كده يعني، الواحد بحس انه هو وصل كله تجولت في كثير من عواصم الدول العربيه. قبل ما نجي لانه كنت وين وتجولت، اين كرت المعارض يعني، ماذا وجدت في الملامح السودانيه انت الان؟ ما مرقت من ذهنك ملامحنا يعني، زول من جنوب السودان، زول من شمال السودان، واضح حتى علامات السلوك وكده، دي بيئتنا يعني. صحيح. ما انت شفت حتات تانية يعني، شنو وجدت في السودان يعني؟ والله انا ما عشت في اكتر من بلد عربية يعني. امارات، مصر، ليبيا، الجزائر، طبعا كلها دول يعني. تسجيلات كانت شكلها كانت لفة طويلة. طبعا كل بلد لها طعم خاص وفي نوع من الثقافة الخاصة بهم، لكن في شيء بيربطنا جميعا يعني، رابط الدين، رابط اللغة، نوع من الاهتمام يعني. حتى أبسط حاجة الحدث الأخير اللي في غزة ذاك، كل الناس من الدول الإسلامية والعربية مهتمين بالموضوع. صحيح. ففي شيء في ربط بيناتنا الأساس. صحيح. لكن برضو كان في نوع من الاضطراب البسيط يعني، لأن في النهاية الواحد مهما كان في شيء في وجدانه مرتبط أكتر بالسودان. لكن ده عمل لي نوع من ما أعرف أقوله لك كيف، لكن هو زي الصراع أو نوع من الحافز ان اعمل شيء يرجعني تاني من للسودان، سواء كان اعمال رسومات او اعمال فيديوهات قصيره عن السودان. حتى في من خلال منتديات النت، الفيسبوك وخلاله كنت دائما بتابع اخبار السودان. بعض الجروبات اللي بتجيب صور عن السودان، صور قديمه، موضوعات، كتابات، رؤى. احتكيت حتى بالشباب الحاليين في السودان اللي هم الفنانين، سواء كان مصورين، فوتوغرافيا، كل مصب واحد. فحصلت نوع من الضغط بيناتنا زي شبكه كده بيناتنا.
كلنا لدينا نوع من الأحاسيس الانتماء، وفي نفس الوقت دايرين نعمل شيء للسودان، لكن بشكل أو بآخر كل واحد بحسب ما يقدر وبحسب إمكاناته الخاصة. واضح من خلال الجزء من المرتاحة اللي شفناها قبل شوية أنه أنت بتهتم أكثر حاجة بالقلم، يعني قليل الميل الألوان في الأعمال يعني. لا، هي القلم دي كانت معايا بقصة طريفة شوية. أنا فترة من فترات ما كان معايا قروش نهائيا للرسم، وألوان الزيت طبعا ألوان غالية شديد مكلفة، فما كان معي غير قلم البيك العادي، القلم العادي اللي بيكتبوه في المدارس. فكنت برسم بسكتشات كثيرة، وأخذت مجموعة من الاسكتشات ورحت لفنان كبير وقلت له دي أعمال الخاصة يعني. فقال لي كويس جدا يعني، أثنى على العمل. قلت له ما في أي مشكلة في التكنيك أو التقنية الخاصة بي؟ قال لي أبدا، الموهبة هي الموهبة، سواء رسمت بزيت بقواش بألوان رصاص ألوان هناي، في النهاية الموهبة هي هي. والقلم الجاف اللي رسمت به طبعا في صعوبة شديدة إنه ما في منه خطأ، يعني لو عملت خط وأخطأت فيه ما بتقدر تصلحه تاني. يعني مثلا دي كان بألوان القلم العادي، وأضفت لها بعض ألوان التصميم اللي هي البرامج التصميم العادية. دي قصص أطفال مثلا قدمتها، دي شكلها تعليمية. هي قصة تاريخية من السودان، كان عن أول كشاف سوداني. ده تصميم عن أباد ماكل، ده القلم اللي تكلمنا عنه بالضبط. واضح أنه بعد ذاك يعني أنت يعني حتى تعاملك الكثير. دي قصة ويليام أندريا مثلا، المغني ولاعب السلة. احنا بنشوف طبعا في جزء من الـ من الـ من الـ من الصور هي شغل الاطفال. صحيح، حاجات تتعرض على مستوى ميديا مصريه. لا، أو دي كتب مصريه، مجلات مصريه. دي قصص خليجيه و على مستوى مجلات. في فتره اللي قعدتها في دبي كنت برسم هنا مجلات خاصه بالاطفال. اي صحيح، اي كان مجلات وكتب. كانت دار نشر خليجيه، وكنت بعمل لهم قصص عن الاطفال لكتاب خليجيين في مجله. ايه اوكي. في المدارس لا، في ما قالت كتب للاطفال، كتاب خليجيين. أيوة. بيحاولوا يقدموا افكار خاصه بهم او كده. وكانت مبادره ايضا ان احنا نحاول نجيب كتاب سودانيين قصص الاطفال وكده. ذكر كثير عن الصومال والمقاعد هناك. بتميل للكاركاتير اكثر في اعمالك؟ الكاركاتير والله هو طبعا فن صعب شديد جدا. هنا برضو عن السودان، وال طبعا في انتشر السرطان فتره من فترات في شرق السودان او كده. دي عن الحرب والسلام. الكاركاتير قلنا هو نوع من الاعمال الصعبه. الكاركاتير صعب خصوصا لما يكون بدون تعليق. كاركاتير اي، فلانه بيعتمد على رساله خاصه وتعليق او نقد لازم. التعليق بيرجع لكل على هواها المشاهد. بالضبط، صحيح صحيح. حاجة. هنا عن حريه الصحافه وحريه الكلمه، فكرة الأقلام المكسوفة. هي دي أفكار طبعا. طيب كان موضوع الانفصال في الجنوب. طيب أنت الأفكار دي من وين أنت بالضبط؟ برك من يعني بتخذ الفكرة عشان ما تقدر تطبقها كاركاتير. ده عن الربيع العربي، فكرة من الأفكار. طبعا الفكرة كاركاتير ما لها يعني مصدر خارجي، يكون مصدرها الرسام ذاته. إلهامك في واحدة من الحاجات. والله لازم يكون في نوع من بيسموه نوع من الفضول في الحركة. لو لازم أتحرك أناقش عدد من الناس مع النقاشات الكلمات، ممكن من كلمة واحدة تجيب لي فكرة العمل كامل. وأحيانا كل القضايا المؤثرة في حياة الإنسان تؤثر أكثر على الفنان. صحيح. باعتبار أنه هو تعبيره الوحيد يا قلمه يا ممكن المشهد. حتى ممكن من الصحيفة العادية يعني أبلغ من الكلام عن الحاجة. صحيح صحيح. أيوة. ممكن حتى من الصحيفة العادية لو قريت الأخبار اللي فيها. دي جزء من هذا دي عمل تشكيلي، وهي كانت مجموعة من الرسومات التشكيلية عن السودان، شرق وغرب وجنوب وشماله. الطموح الآن شنو؟ يعني أنت أستاذ إبراهيم سيد فنان تشكيلي ومصمم، طموحك يعني شنو الآن أنت في مصر؟ والله لو قلنا أقصى شيء طبعا بالنسبة لي هو الوصول لمرحلة التواصل مع أكبر كم من الجمهور، سواء في خارج السودان وداخل السودان. وده اللي بيحقق المساحات طبعا. بالضبط. ولو كان في شيء أسعى عليه طبعا بيكون التقدير الخاص للعمل. بغض النظر عن الناحية المادية أو أي شيء آخر. احترام الفنون نفسه. صحيح. لأنه أنت لما تهدم لك موهبة بتعزل أو
ما فهمت او حاجة مؤسفة جدا. يعني انت ده جهدي بتاع زول بسيط فكر يعني، انما تحرك زول في فكره الموضوع بيبقى صعب شوية. طيب المعارض شاركت فيها وين؟ في الدول العربية؟ في البداية طبعا كان في القاهرة، وأول أذكر أول معرض كان مشيت قدمت كان في دار الأوبرا المصرية، فمشيت قدمت أعمالي، وأذكر كان الموظف شاب كده في أعمارنا تقريبا، فأخذ أعمالي وقال لي يا أخي والله أنا بأمانة يعني متحمس جدا إني أعمل لك أعمالك، أنت كأول تشكيلي سوداني يعني يعرض في القاهرة وكده في دار الأوبرا، وهي كانت مصنفة فنيا كأول كرقم واحد في الجاليريهات. فبكل المحاولات عملية أوبرا بيجوا فنانين من دول مختلفة. صحيح صحيح. أيوه منافسة قوية. بالضبط أي. فالحمد لله كان تقييم الفني يعني كان جيد جدا، واتقبلت على أساسه، ومن خلاله كان أول معرض كان تقريبا 2002. بعدها عرضت في بعض الجاليريهات في القاهرة، بعدها جات لي زي بعض الدعوات للعروض في الخارج، اللوحات ما أنا. اللوحات هي لودتك. أكل العيش كده يا ابني. فبس أرسلت الأعمال وتعرضت في بعض الدول زي تركيا أعتقد، معرض كان في اسكتلندا، معرض جماعية يعني. مشيت اللوحات أول وبعد ذاك جسيدة وراء. إن شاء الله بإذن الله. طيب الآن نميل شوية للفن السينمائي السوداني، نقول السوداني إن شاء الله يكون عندنا إنتاج سينمائي نقدر نتباهى بين الدول العربية، يعني من حق الناس تفرح بإنتاج السينمائي. الآن أنت بتتكلم عن الفكرة بتاعت الإنتاج، التصميم السينمائي، العالم الآن منفتح، أنت في دول كنت متقدمة جدا في مجال الميديا، الإمارات، مصر متقدمة في مجال السينما كثير، حتى الدول اللي ذكرتها دي كلها دول قطعت مساحات عالمية، تعتبر من الدول العالمية على مستوى هذا. صحيح صحيح. يعني الإمارات دولة عالمية، ما نقدر نقول دولة الإمارات العربية فقط يعني. صحيح. عندك أفكار ممكن تمدها للسودان؟ إنه والله يعني ما هو المفروض إنه مشكلة شنو؟ كلية الآن متابع أخبار بتطلع ناس كده. هو طبعا بعيدا عن الناحية الأكاديمية وبعيدا عن الناحية المادية، السينما زي الفنون، ما هو اسمه الفن السابع، يعتمد على 7 فنون، منها التشكيل الفني عنصر من العناصر. السينما أقوى عنصر فيها هو عنصر الحافز اللي بيحرك السينمائي. ممكن زول يصور بالموبايل، يصور أشياء فيديو أقوى من زول معه كاميرا كبيرة جدا. صحيح. لأن هنا بيكون عنده حافز إنه يعمل عمل مهم جدا يخصه كده. فأنا شايف حاليا في السودان في نوع من الشباب يتحركوا بجهود ذاتية، يعملوا بعض الأعمال الخاصة تمثلهم كسودانيين وعن السودان، قضايا سودانية. نجحوا هذه المجموعة إن هي تعمل مهرجان للسينما الشبابية أو المستقلة في السودان. على فكرة على مستوى مواقع التواصل حتى مستوى الفيسبوك للأسف يعني أعمال بتكون كبيرة جدا، لكن إذا عملت وراحت في الفيسبوك التعليقات ناس هم ما عارفين قيمة الحاجة أو أخذت كم عشان تنتج حاجة زي دي يعني. صحيح. فما أعرف، هي ممكن أقول لك إنها بتضيع في هوا صفحات الفيسبوك يعني، يعني يوم تعرفين بتكون خلاص. هي بيكون طبعا في بعض الأعمال بتضيع في المجالات دي، لكن على صحيح إنه بالضبط. لكن أيضا في بعض المجموعات، إحنا لو قلنا مثلا في السودان حاليا في 200 شاب يمارسوا العمل السينمائي بشكل أو بآخر بجهودهم الذاتية، اللي بينجح فيهم في النهاية ممكن يصل 20، يصل لمرحلة متطورة جدا. فده على مستوى العالم كله يعني، ما كل اللي بيدخل المجال ده بيصل الى المرحله الكبيره. في حظوظ برضو؟ في حظوظ كبيره طبعا بتتدخل في هذا الموضوع. ابسط حاجه لقمه العيش يعني، انا مثلا اكون شغال يوم كله مثلا في وظيفه عاديه ما لي علاقه بالفنون، لكن مضطر اعمل فيها، يومي كله بيكون بين المواصلات والعمل، ما بيجي مثلا غير يوم يوم واحد بالضبط. فهي عمليه فيها نوع من المعاناه، نوع من الحافز، نوع من الاصرار. ممكن في السنة كلها ما أنجح إلا عمل لي فيلم مدته 5 دقائق 6 دقائق، لكن ممكن في التقييم بيصل إلى مرحلة جيدة جدا لو تقيم صح. ودي نقطة تانية، موضوع آخر، وهي بيكون لها عنصر الحظ وعنصر التوفيق وبعض التفاصيل الأخرى. أنت كفنان تشكيل الآن تقييمك عن الزملاء السودانيين، السودانيين ده المهرة يعني على فكرة حتى على مستوى فن الحائط الآن بتكلم عنه الدول العربية. وانا بضحك، كنت قبل فتره في تقرير جايبين نوع فن الحائط، التشكيل على الحائط مثلا، الجدران في الشوارع وكده، فبيتكلم عن انه يعني هي الربيع العربي هو اللي جاب الحاجات دي وكده، على الرغم ان احنا عندنا فئه في المجتمع السوداني لم تجد ولا يوم واحد حظ من التعليم، بيشوفوا على مدى البصر.
صوموا جاكي شان، كل الصوموا على مستوى الاسواق بفحمة اللي هي بالضبط شغل الجرافيك البسيط. أيوة يعني دي حاجة اللي احنا عندنا في السودان اعتقد انها قديمة. انا اذكر من الاشياء يعني مميزة جدا لقيتها في السودان الكتابة على العربات، الواحد بيكتب قصيدة شعر تعليقات بسيطة جدا. أيوة. ليها احساس قوي جدا يعني. أيوة. الواحد ممكن يكون بس ماشي في الشارع بيعاين الكتابات دي بتأثر. أيوة. بي في ناحية خاصة، ناحية فنية خاصة بالشخصية السودانية. ناحية عميقة جدا. لكن اعتقد ان هي بتحتاج نوع من الاحتكاك مع العالم الخارجي، لان احنا للاسف ثقافتنا الحاليه فيها نوع من الانغلاق بشكل او باخر. يعني اذكر في ندوه من الندوات كان حوارنا عن الموسيقى السودانيه، الغناء السوداني، ليه ما بيسمع خارج السودان باستثناء الدول الافريقيه اثيوبيا واريتريا وما اعرف شنو. فواحد من الفنانين، فنان كبير جدا، قال اصلا يعني في عنصريه تجاهنا كسودانيين، وده كان سؤال يعني كان تبرير كان خاطئ جدا، لان لو في عنصريه حقيقيه ما كان العرب سمعوا او الاجانب سمعوا بوب مارلي مثلا، مايكل جاكسون، لان برضه مصنفين في نفس ال وصنفوه معانا كسودانيين. آه يلا يقول لك السودانيين قالوا بالضبط بالضبط. فبالتالي المساله بتحتاج نوع من نوع من التسويق، كيف الفنان يسوق نفسه بشكل جيد على نفس مستوى المتابع او المشاهد الخارجي. يعني ما شرط ان الزول اللي في الخارج ذاك يسعى لي انا مثلا كابراهيم سيد عشان يسال عني، لكن الاهم ان انا اسعى اليه، اقدم له نفسي بشكل جيد، بشكل يليق به هو كمشاهد او كمتابع او كزول داري يعرف عن السودان والسودانيين بشكل او باخر. الدراما والفن التشكيلي ايا كان نوع، نحت، تلوين، خط عربي، ايا كان شكله من الاشكال، هو دائما يدخل القلوب دون استئذان. صحيح. ممكن صعب تقول لزول تخطب له في حاجة ما بتحملك، لكن ما في شخص في الدنيا بيميل له مثلا لوحة انه يشوفها او يندهش معها او يتابع جزء من دراما ايا كان شكلها بتسوقه للقضية بتاعتها. انت معك فنانين كثر تحملون هم هموم لإنسان في كل مكان، دايما بينكم ناصرين المستضعفين عبر القلم ومتهمين بآراء اخرى قد تكون انتم بريئين منها، وتنصف الحرية والجمال والحق في كل مكان، تلتزم بكل التقاليد الدينية السمحة وبكل إلى أي مدى هذه المسؤولية قد تكون وصلت؟ يعني هل هي رسالة محتاجة ليه؟ هو طبعا لجهودكم في العالم كله أنكم عبر الفرصة المعبرة دي أنكم تعملوا حاجات تفيد للمجتمع، يعني أنه في لوحات حلت مشاكل. صحيح صحيح. أيوة. أنا أذكر واحدة من اللوحات اللي تعرضت الحين كانت عن موضوع مثلا انتشار السرطان في خشم القربة عن طريق مواسير الاسبستوس وخلالها. كانت لوحة عبارة عن الملك ترهاقة بيعانق أحد سكان المنطقة من الناس النوبيين. وكان احنا جينا قبل في اللوحة دي، يا ريت مخرجنا الجميل عبد الناصر يعيد علينا المخرج دي اللوحة دي قبل تسلم معبرة، انت قلت لك الشخصيه غريبه اللي كانت موجوده فيها يعني. صحيح. فارسلتها يعني حطيتها كبعض المنتديات ولقيت تفاعل غريب جدا، حتى جات لي بعض الكتابات من الخارج، بعض الاجانب سالوا عن اللوحه ليه وكده. طبعا في حركه اللي هي اسمها الافريكانيزم في اوروبا في الغرب، اللي هم كل اللي هم جذور افريقيه بيحاولوا يقولوا احنا لنا جذور حضاريه، الحضاره النوبيه، الحضاره الفرعونيه او لذلك. فركزوا على موضوع ان في شخص بالملامح النوبيه القديمه، وسالونا اللوحه دي كان عن شنو او فكرتها عن شنو. فشرحت لهم الموضوع ان في بعض المعاناه في بعض الاماكن في السودان، ومعاناه قديمه يعني سنوات طويله اكثر من 4 عقود تقريبا. فالموضوع وجدت بعد فتره اللوحه دي واحد من يعني الصحفيين وضعها في بعض الصحف الاجنبيه وعمل عنها موضوع كامل وبعت لي نسخه من الصحيفه دي ذاتها، فكان لها رد فعل جميل جدا. يعني ما تخيلت انها تصل لهذه المسافات البعيده. كان موضوع مجرد مبادره ذاتيه خاصه. فاعتقد ان الموضوع مشوق للغايه، ان اي نوع من العمل اللي له اهداف نوايا خاصه نوايا جيده لها علاقه بالانتمائنا لبلدنا او كده بيكون لها تاثير جيد جدا. يورانو دافيتشي اللوحه المعروفه، المشكلة بتاعتها كان انه في زول بتخيل انه دي حبيبته. صحيح. فسرق اللوحة يوم الأحد باعتبار انه يوم الأحد يوم بتاع تنظيف للمعرض وكده، معرض فيه تسكيل. إيطاليا انهز تماما الاقتصاد بتاعها وتوفوا ناس مشرفين على المعرض عندما سمعوا بنبأ انه الموناليزا اتسرقت
وفعلا بعد فجأة هذا كان بيخاطبهم يعني يقول لهم والله ما الصورة عندي، ما مصدق انه طبعا، فرجعوا لي الصورة على اساس انه انا يعني عندي شرط لما ترجعوا لي الصورة. فوعدوا لي قعد في كهف كده في حاجة غريبة جدا، حتى بيقولوا اهلنا جيجر ما يخشها يعني. فيا زول الصورة ما الصورة دي لوحة بجوها ناس من العالم اقتصاد بتاع ايطاليا. قال لهم والله دي حبيبتي توفت يعني. فبالتالي انه فعلا رجع العقوبة كانت ما مسددة عليه، فبيجي في حرس. كان هو كان كل ما يجي المعرض بيجي زي الساعة ولا لحد المعرض يقفل يقف قدام المعرض لحد ما يطردوه يقول لي بس اللوحة دي من جنبها يعني شوية. فواضح انه الفن له رسائل أخرى يعني. أنا شاكر لك يا أخي جزيل الشكر، وقضيت وقت طيب وجميل معك، محتاجين لك كلام كثير عن الفنون في السودان، وسعداء بكل طير أيا يعني كان هاجر إن شاء الله خارج الوطن من طيور الفنانة يعني، ما هي أشكال تانية، إنه قدم لنا السودان بالشكل الجميل بإذن الله. شكرا لك يا أخي، وإن شاء الله نتلاقى على خير دائما بإذن الله. الله يخليك. ده كان الفنان الشاب إبراهيم سيد، سوداني للأصل، مولد والهوى، تجول في كثير من الدول العربية. الجمال اللي شفناه قبل شوية. عزيزي المشاهد، ختاما أقول مساء الخير لأستاذنا السهري، مساء الخير للجميل عادل مسلم. إلى اللقاء وفي أمان الله.